من مكارم القيم لكي يعززها شهر رمضان قيمة التسامح. في هذا الشهر الفضيل، شهر العفو والمغفرة، يجلس الإنسان جلسة مصارحة ومصالحة مع نفسه، يراجع فيها حساباته ويعيد النظر في الأخطاء اللي وقع فيها ويصالح مع ذاته. وهذه غتكون بداية جميلة في رحلة التسامح مع الآخرين. التسامح ليس معناه النسيان أو ضعف الشخصية أو محاولة إصلاح خطأ أو تغيير الماضي، لا. الهدف من التسامح هو أنك أنت تتخلص من سم الظلم والحقد وحب الانتقام واللوم والعتاب اللي في بعض الأحيان كيحرم عليك النعاس وما كيخليكش تمضي قدما في الحياة. لهذا باش تسامح يجب أولا أن تخرج الغضب اللي كتحس به، لأنه مستحيل قلبك يصفى إذا كانوا فيه شوائب الغضب والحقد، بالإضافة إلى أن هذه المشاعر السلبية مضرة بصحتك البدنية والنفسية. إذن فكر في الشخص اللي آذاك واللي باغي تسامح معه، وعبر على الغضب ديالك منه، إما بأنك تحاور معه، إما بأنك تكتب المشاعر ديالك القوية اللي كتحسها تجاهه في ورقة، أو أنك تختار تشوف كوتش باش يساعدك في إدارة هذه المشاعر. ثم فكر في الأسباب وراء سلوك هذا الشخص اللي اعتدى عليك. يمكن أنه هو لم ينشأ في بيئة يعمها السلام والحب والتسامح.